في إطار مكافحة التهريب تمكنت الفرقة المتعددة المهام بسطيلة تابعة لمفتشي تقسيم جمارك بلواد بإقليم اختصاص المديرية الجوية الجمارك بورقلة رفقة أفراد الكتيبة الدرك الوطني بالغير من حجز مركبة محملة بكمية كبيرة من المهلوسات تقدر ب 45 ألف قرص من نوع بريغابالين 300 ميليغرام، حيث تم توقيف مخالفين اثنين خلال هذه العملية وإحالتهم أمام الجهة القضائية المختصة.